قال طارق خاطر المحامي إن نيابة أمن الدولة في مصر قررت حبس سناء سيف 15 يوما بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإساءة استخدام موقع على شبكة الإنترنت لنشر وترويج الأفكار الإرهابية. وكانت الناشطة السياسية المصرية منى سيف قد قالت إن شقيقتها الصغرى تعرضت للاختطاف أثناء محاولة تقديم بلاغ للنائب العام بتعرضهن للاعتداء. خطفوا أختي لالا. خطفوا أختك دلوقتي؟ أيوة. يا جماعة بجد نعمل إيه؟ يعني إحنا جايين عند النائب العام، هو ما بيستقبلش بلاغاتنا ولا بيحقق فيها، بس جايين عشان هي اتسحلت واتضربت وكان ممكن يجي لها ارتجاج وعندها كدمات في كل جسمها وعايزين حد يسمع شكواها تتخطف من على بابهم وبتوع الداخلية يجوا يقولوا روحوا شوفوا في اسم بوليس او حدا اتجنننا. يا مستشار حماده الصاوي، يا مستشار هاني جورجي، يا مستشار محمد ضياء، يا مستشار جورج سعد، كلكم مسؤولين، انتوا مسؤولين عن حمايتنا، مش عايزين تاخدوا بلاغاتنا ولا تحمونا وبتمطلوا وبتسيبوها تتخطف من هنا من قبل الدوله. نعمل ايه؟ نروح فين عشان نتحامي من عصابه المطلوقه علينا؟ عندها حاجة وعشرين سنة، ليه ما لازم كل حد فينا يحصل له كده؟ ليه؟ عشان لأن الدولة يثبت على جسم كل حد مننا إنهم أقوى. يا أخي انتوا أقوى، ارحموا اللي جابونا، التزموا بحد أدنى من الحقوق من قانون. أي جهة تقوم برابع شغلها. من جانبها أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن التحقيق مع الناشطة سناء سيف بنيابة أمن الدولة عند اعتزامها تقديم بلاغ بالاعتداء عليها. وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر: ألقت قوى الأمن المصري القبض على الناشطة في مجال حقوق الإنسان سناء سيف أخت الناشط علاء عبد الفتاح من أمام مكتب النائب العام المصري، وقام عدد من قوات الأمن باقتيادها في حافلة صغيرة بينما كانت تعتزم تقديم شكوى بشأن الاعتداء الذي تعرضت له وعائلتها بالأمس. وأضافت المنظمة: نشعر بقلق بالغ جراء خضوع سناء للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بسبب مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم عليها وعلى أسرتها ومحاولتها الحصول على رسالة من أخيها المحتجز في إطار ما يحق لها في القانون المصري. ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحامي والناشط السياسي السيد محمد عادل سليمان، أرحب به. كما ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة المحامي والناشط الحقوقي السيد أسعد هيكل، أرحب به أيضا. وأبدأ مع السيد أسعد هيكل. سيد أسعد هيكل، يعني ربما البعض استنكر الاعتداء من بلطجية على أسرة الدكتورة ليلى سويف، لكن اليوم ما حدث تحديدا كيف تفسره؟ يعني خليني في البداية طبعا أؤكد على أن ما حدث أمس تحديدا أمام سجن لومنتورا أثناء انتظار الدكتورة ليلى سويف وهي أستاذة جامعية كانت تطلب خطاب من ابنها الاطمئنان عليه داخل السجن من تحريض بعض النسوة للأسف بالاعتداء عليها وعلى بناتها وسرقتهن بالإكرام، وهذا حدث أمام حرس سجن تورا. كان يجب على الأقل أن يتدخل حرس السجن لحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم إن لم يكن هناك تحريض بالاعتداء عليهم. هذا أمر مخجل ومشين، ويجب على وزير الداخلية أن يصدر أوامره بالتحقيق فيه إن لم تحقق النيابة العامة، وإن لم تتدخل أيضا المجالس القومية المتخصصة وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة اللي أعضائهم بيقبضوا فلوس من أموال الشعب للدفاع عن حقوق الشعب وحريته. لكن يعني على الجانب الآخر أيضا، يعني هناك وباء وهناك قرار صدر من وزير الداخلية بمنع زيارة السجون. يجب أيضا على أهالي السجناء احترام وتقدير هذا القرار. لكن ما حدث اليوم أيضا من القبض على سناء سيف نجلة الأستاذ المرحوم سيف الإسلام حمد، هو رجل ذو ذراع طويل في مجال حقوق الإنسان،
وخليني أذكر أنها قبض عليه أثناء ثورة 25 وتوفي إلى رحمة الله. ما كان يجب أن يتم؟ يعني كيف يذهب مواطن إلى النيابة يقدم بلاغ؟ هذا الأمر يحتاج في الحقيقة تفسير، ويقبض عليه من أمام سرايا النيابة. يعني هناك علامة استفهام، لا أعلم، ولم تصدر النيابة العامة ولا وزارة الداخلية بيان يوضح لماذا قبض على هذه السيدة التي زارت لتقدم بلاغ بالاعتداء عليها وعلى أمها أمس. أمس سجن طرف، مطلوب إيضاح، يعني ما يصحش كده. أستاذ أسعد هيكل، عذرا عن المقاطعة، لكن نعم أنا أسأل عن نقطة قانونية. يعني عندما تتقدم سناء سيف وتذهب إلى مكتب النائب العام بما يضمن القانون لها ذلك، وتحاول أن تقدم بلاغا في من اعتدى عليها وعلى والدتها وأسرتها وشقيقتها، هل يتم القبض عليها بهذا الشكل؟ وهل يتم تقديمها إلى النيابة العامة وتكون في نيابة أمن الدولة ويتم إعطاء 15 يوما؟ تفسير هذا الأمر قانونيا. والله يا أستاذ مصطفى، يعني خلينا نلمح أو نناشد المجلس القومي للمرأة واحد، المجلس القومي لحقوق الإنسان اثنين، النيابة العامة، وزير الداخلية، بتقديم إيضاح ليه؟ لماذا قبض على سيدة اسمها سناء سيف اليوم وهي تقدم بلاغ إلى النيابة بالاعتداء عليها وعلى أمها بالضرب والسرقة بالإقرار على مقرب ومسمع ومرأة من حراس سجن طورة، هناك كاميرات سجلت هذا الحدث؟ لماذا يقبض عليها؟ هي تمارس حقها الطبيعي في تقديم بلاغ. دعنا ننتظر ونرى رأي السلطات في هذا الأمر. يعني في الحقيقة حالة حقوق الإنسان غير مرضية، وهذا أمر يعني مشير. شكرا لك سيد أسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي على وجودك معي. أذهب إلى ضيفي السيد محمد عادل سليمان. يعني سيد محمد عادل سليمان، الحديث عما يحدث في مصر، يعني ربما نحن نتحدث الآن عن شيء غير مفهوم من الناحية القانونية، لكن هل يمكن تفسيره؟ يعني أنا سألت الأستاذ أسعد هيكل، هو وجه ربما مناشدة مطالبة، لكن هل يمكن تفسير هذا الأمر قانوني؟ للأسف لا. يعني في البداية بس كل الدعم والتضامن بالكلام طبعا اللي في ايدينا، ما فيش في ايدينا حاجة تانية نقولها. نشعر بالعجز، أشعر بالعجز كمحامي، أشعر بالعجز كرجل القانون يرى في دولة القانون الأساسي الوحيد لاستقامة أي دولة وأي نظام سياسي وأي معاملات بين البني آدمين. بحس بالعجز، يعني طول الوقت كنا بنحس بالعجز واحنا قدام وكلاء النيابه وبيتجدد للمتهمين حبسهم الاحتياطي بالمخالفه للقانون، بنحس العجز واحنا قدام القضاه وبيتجدد للمتهمين ايضا حبسهم الاحتياطي بالمخالفه للقانون. النهارده بنحس بالعجز والناس بتتخطف من الشارع وهي رايحه النيابه تعمل بلاغ بالاعتداء عليها. ما في يعني لا في منطق يا احمد ولا في قانون ولا في حاجه خالص. يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه، اليس فيكم يعني رجل رشيد؟ اليس فيكم رجل رشيد؟ الاجابه لا، ما فيش حد رشيد. ام عايزه تطمن على ابنها، مش هنطمنها. يعني السؤال الجدلي، لو علاء كتب جواب خرج لامه، لا هنسمع عن علاء ولا هيبقى في ضغينه بين علاء وبين الامن، ولا الناس هتقعد تقول اصله علاء فاكر نفسه مناضل، علاء مش فاكر نفسه حاجه، امه عايزه تطمن عليه، ابسط حقوقها. جواب ده بيحصل للجنائيين، بيحصل لكل المحبوسين، اي حد. جواب مش عايزين جواب، يعملوا مكالمه داخليه من جوه السجن وهي في السجن جوه، يتصلوا التليفون داخلي يسمع صوته. استاذ يعني محمد عادل سليمان، نعم استاذ محمد عادل سليمان، ربما هناك رساله، يعني رساله أرادت سلطة الدولة، أراد الأمن، أراد النظام أن يرسلها. ما الرسالة التي أراد النظام أن يرسلها عبر هذه العملية؟ للأسف ده لا أمن ولا نظام ولا حاجة خالص. ده يعني القراصنة عندهم أخلاق عن كده، يعني لو واخدين رهينة فهنسمعك صوتها. العصابات عندها منطق عن كده، لو خطف واحد فعشان يضغطوا عليك عشان حاجة. ده فجر في الخصومة، تفاهة، أنا آسف، يعني في حد كده في الجهات الأمنية
نفسيته مكسوره جدا مثلا من اللي حصل في يناير، تم الاعتداء عليه مثلا، ضربه وسحله وهتك عرضه، حصل له حاجه مأزماه، فبينتقم من الناس، بينتقم من شباب الثوره دول. في اشخاص بقى يعني خلينا يا استاذ محمد عادل، خلينا نتحفظ على بعض الالفاظ اللي قلتها. نعم يعني خلينا نتحفظ على بعض الالفاظ اللي قلتها. انا اقول انت تحفظ، اتفضل كمل. يعني انا اقول وانت تحفظ ده، لكن انا يعني خليني اعبر عن، يعني انا عايز افهم المنطق بس. يعني ليه يتعمل كده؟ دي رساله مفادها اللي هيقع تحت ايدينا منكم، هنبهدله وهنكسره وهنكسر اهله وهنزله وهنزلكم وانتوا مالكوش تمن. ودي رسالة مش بس للناس اللي نزلت في يناير ولا للناس اللي بتطالب بحقوقها، دي رسالة لكل المصريين. يا جماعة اوعوا تفتكروا ليكوا ظهر، اهم الشباب اللي كانوا فاكرين نفسهم بقى بتوع ثورة وخلافة وهم بيتداس عليهم، اي حد هيتداس عليه. يا جماعة انتوا بتموتوا في الاقسام، بتموتوا في المستشفيات، بتموتوا قدام بيبان المستشفيات، ومحدش ليه عندنا حاجة. ولو حد جه يقول عايز اطمن على اخوه هنحبسه. طيب. ولو حد جه يقول انا عايز اعمل بلاغ علشان انا اتضربت هنحبسه. طب ايه المطلوب مني انا دلوقتي كمواطن؟ امشي اخرس. نعم. ساكت، لان انا لو عملت فيديوهات ساخره على التيك توك. نعم. استاذ عادل سليمان ارجو ان تبقى معي. نعم. ارجو ان تبقى معي سيد محمد عادل سليمان. تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ الى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الداعية مصطفى حسني لنشره تغريدة اعتبرها مقدم البلاغ بأنها تحث على الفتنة. وقال المحامي في بلاغه أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية تحديات وجودية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، خرج علينا الإخواني حسب وصفه مصطفى حسني بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يصف فيها الحالة الوطنية التي تعيشها مصر بالفتنة، مستخدما عبارات إخوانية واضحة وعلى أثرها انتفض الشعب المصري ضده وأجبره على حذفها. وأضاف مقدم البلاغ: نحن لا نأمن لظهوره مرة أخرى على الفضائيات في هذا الوقت العصيب، مع العلم بوجود فيديوهات له على اليوتيوب دافع فيها عن الإخوان، بالإضافة إلى تأييده لدول إقليمية معادية لمصر. وطالب مقدم البلاغ بتقديم الداعية مصطفى حسني للمحاكمة الجنائية العاجلة. انضم إلينا عبر سكايب من نيويورك محمود عطية منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. أستاذ محمود عطية أرحب بك. يعني مباشرة أذهب إلى هذه الحالة في مصر، يعني حالة سمير صبري وما حدث من تغريدة الداعية مصطفى حسني الذي يعني ليس فيها ما يشير أبدا بشكل مباشر إلى إهانة القيادة السياسية. كيف ترى هذا البلاغ؟ مساء الخير أستاذ مصطفى. والله أنا ما يعني مش عارف وجهة نظر إيه الدكتور سمير صبري في هذا البلاغ، أو ما وصلوا إيه. ما ممكن أنا يصلني معلومة بشكل معين وتصل لغيري بشكل آخر، فأظني أن بناء على ذلك. طيب أستاذ محمود عطية، لحظة معايا أستاذ محمود. نعم. أستاذ محمود عطية وأنت معي، أنا أقرأ لك التغريدة التي تم حذفها، تغريدة مصطفى حسني. قال: وقت الفتنة خلي اختلاطك دايما بخواصك اللي بيحبوك، وبلاش العقلية الجمعية لأنها ممكن ما توصلكش للصح. طبعا قال: ما تنجرفش مع الأعداء. طبعا هذا الكلام كلام من الممكن أن يقوله أحد لأي أحد، ولم ويقول للأصدقاء ولأصحابه. هذا هو الكلام الذي قاله مصطفى حسني. ايوه ما انا خدت بالي. ما انا بقول لحضرتك ممكن انا افهمه بطريقه معينه، وممكن حضرتك او غيرك يفهمه بطريقه اخرى، انه في تحريض مبطن ضد اي حد في او ضد اتجاهات الدوله مثلا يعني. لكن انا شخصيا مش شايف ان في كلام عادي. يعني انا 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 ضد هؤلاء، يعني انا ضد هؤلاء تماما. يعني هو الاخ مصطفى حسني ده ومن على شاكلته، أنا لا أحبزهم ولا أشجعهم، وكنت أتمنى أن الدولة ما تخليهمش، يعني اللي هم الدعاء المتاجرة بالدين وأنه بيزنس، يعني واخبال حراك أن هو وأمثاله، يعني مش هو الواحد. يعني أستاذ محمود عطية، أستاذ محمود عطية، يعني الرأي حر والاختلاف في وجهات النظر،
لكن عند الذهاب إلى القانون هو الحاكم والفيصل بين المواطنين وبين الناس، دولة سيادة القانون كما قال ضيفي وتحدث. أنا أيضا أذهب بك إلى نقطة سناء سيف، يعني سناء سيف لا يعني نقطة سناء سيف، يعني كيف يمكن تفسير ما حدث مع مواطنة تم الاعتداء عليها من بلطجية وذهبت إلى مكتب النائب العام لتقدم بلاغة، تم اختطافها من قوات الأمن في ميكروباص، ثم تظهر في نيابة أمن الدولة العليا ويدوا لها 15 يوم. هل يعني في أي سياق يمكن تفسير هذا الإجراء؟ لا، ما هو شوف يا أستاذ صف، أنا سمعت مداخلات وأنا على التليفون، طبعا في ناس مش عاجبها هذا الكلام وانه من اوله. انا شايف ان 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 المعمول من الاول، والسيده التي تنام على 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 بجانب السجن على اساس ان ابنها موجود جوه، وما يطلب ان حد يكلمها من جوه تليفون او يبعت لها جواب، لا ده كلام يعني ده كلام زياده، يعني ده كلام زياده، واحس ان الكلام ده مفتعل. وانا شفت هي حرة يا استاذ محمود، استاذ محمود عطية هي حرة، دي ام يا استاذ محمود عطية، هي حرة، ام مواطنة جلست في الشارع، جلست في الحر في الشتاء، هي حرة تتحمل. الـ 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 الامن حتى لم يتدخل ويفعل معها اي شيء. لكن انا اسالك عن الاجراء الذي تم مع سناء سيف يا استاذ محمود كمحامي، تفضل. يا سيدي هي جلست على بره، جلست جوه عشان تتصور الاخوات والبنات اللي عاملينه على اليوتيوب والصريخ وكل ده عشان التصوير، كل ده عشان التصوير وعشان كليبات. اما الاجراء القانوني اللي اتاخد ان هي اتخذت 15 يوم على ذمه التحقيق، ده فيما يراه النيابه ما اقترفته من جرم، يعني هم قيد التحقيق عملت حاجه فادوها. طيب استاذ محمود عطيه، انا مش هسالك، انا سالتك كمحامي. استاذ محمود عطيه انا سالتك كمحامي لكنك لم تجبني كمحامي. انا اذهب الى الاستاذ محمد عادل سليمان واساله سؤال. استاذ محمد عادل سليمان، اذا تم الاعتداء عليك او علي او على الاستاذ محمود عطيه وذهب الى مكتب النائب العام ليطلب من الدوله حمايته ومن القانون ان ياتي له بحق، هل يتم اتخاذ هذا الاجراء معه؟ الدولة بقى دلوقتي هتبص ليك وهتبص ليا وهتبص لأستاذ محمود عطية. أستاذ محمود عطية هيدخل يعمل المحضر ويشرب القهوة، أنت هيتم اعتقالك وأنا هيتم تحقيق معايا وحبس 15 يوم طبقا لمواقفنا السياسية بشكل واضح جدا، لا في قانون ولا في عدالة ولا في نيابة عامة ولا في حاجة خالص. خلينا نقول إنه الناس اللي ناموا على باب السجن دول وحشين يا عم، هم حاضر يا أستاذ محمود، الست دي غلطانة عايز تطمن على ابنها. طب وفي ناس بقى جم اوحش منها ضربوها وتطوعا كده، شافوها ست وحشه راحوا هجموا عليها قدام السجن وضربوها. اللي عملوه الناس دول جريمه، فالست دي ما ضربتهمش، راحت للنائب العام. النائب العام يا استاذ محمود بينوب عني وعنك وعن المصريين، هو بينوب عننا، هو اسمه نائب عام لانه بينوب عننا في تحريك التحقيق في الجرائم. راحت عشان تشتكي، راحوا سجنينها. سجنوها ليه؟ عشان هي كتبت ان هي ضربت. طب اللي ضربها فين؟ نايم في بيته. اللي أمر ناس يضربوها فين؟ نايم في بيته. اللي مفروض يحقق مع اللي ضربوها فين؟ قاعد على مكتبه. وسناء فين؟ بتتخطف من قدام باب مكتبه. فاحنا بنتكلم عن انهيار منظومة القانون، انهيار المنطق. يعني عمر ده ما كان في الخيال كده انه ممكن يحصل. يعني الطبيعي اللي انا تصوره، انا اتخيل نفسي مكان الاستاذ محمود كده، راجل دولاجي وبيحب النظام، وفي ست بتشتكي عشان ابنها وانا بعت ناس ضربوها. خلينا نتحفظ على كلمه دولاجي يا استاذ محمد عادل سليمان، خليني اتحفظ على كلمه دولاجي لو سمحت. خليني يحصل ايه للنيابه العامه؟ نعم. ماذا سينقص النيابه العامه لو سناء سيف دخلت كتبت محضر؟ هتنال ايه من الدوله لو منى سيف دخلت كتبت محضر؟ لو حد قابلها واداها كوبايه ميه وقال لها يا خبر ابيض اللي حصل ده احنا لا يمكن نقبله، وسابوها تروح، ما هي اتضربت. لا، دول عايزين يضربوها ويسجنوها عشان اشتكت. الفكره فكره الكسر الكامل. احنا لازم نكسرك، لازم نفحصك تحت رجلنا زي الصرصار، انت مالكش ثمن. فنضربك وما تشتكيش، تحط لسانك جوه بقك. ولو اشتكيت هنقول عليك ممول وخاين وعميل وبتعمل شو، راح تنام قدام السجن عشان تعمل شو. ده منطق يعني. ده منطق، ده عيب يعني. انا مش عارف الكلام ده ازاي بيقدروا يطلعوه بقهم والله.